بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة عاوزين نتكلم ازاي نقدر نعمل فورماتنج للتيبل اللي موجود في صفحة اكتيفيتيز. لو عملنا كليك يمين كولومز نقدر هنا نطلع الكولومز اللي احنا بنستخدمها اللي هو زي اكتيفيتي اي دي واكتيفيتي نيم واوريجينال ديوريشن وستارت وفينش. نطلع الكولومز كده او نغير اوضاعهم مفيش مشكلة. طبعا الكلام ده ممكن بيتم من هنا برضو. نرتب بالستارت في الكولومز. هنا ممكن عندنا في امكانيه ان احنا نغير مثلا اسم الكولوم زي مثلا مده النشاط. اوكي ابلاي طبعا بيكتب مده النشاط بس هو بيحتفظ باسمه الحقيقي اللي هو اوريجينال ديوريشن. دايما بالداتا بتكون يا اما تو ذا ليفت او تو ذا رايت. احنا نقدر هنا نخليها ايديت كولوم ونخليها تو ذا سنتر. عندنا هنا ممكن نرجع تاني من edit column نرجع by default فيرجع الرسم original duration ويرجع to the right. تمام apply. اقدر انا ممكن اغير بس حتة الداتا alignment تبقى في السنتر. تمام كده شباب. اي columns انا محتاجه اقدر ادور عليه هنا من find column مثلا وليكن calendar. تمام موجود في general عندي اهو. اي كولوم احنا عاوزينه نقدر نطلعه كده نخفيه تاني كده. تمام اعمل ابلاي. اوكي يبقى كده ازاي قدرت اطلع كولوم او اخفي كولوم. نعمل برضو كليك يمين تيبل فونت اند رو. عندي هنا امكانيه ان انا اكبر الفونت جامد. هو باي ديفولت الفونت هنا 8 انا ممكن مثلا سي اكبره 12 واعمل ابلاي. تمام وساعتها الويتس طبعا محتاج اكبره او الهايت يعني. keep current true height محتاج الاول اخليه at least يكون مثلا 25 واعمل apply. تمام كده ممكن اقول له keep current true height 25. اوكي اقدر هنا اظهر الكولومز اظهر العلامه بتاعت النشاط او علامه ال WPS او ان انا اخفيها. تمام كده يا شباب. ارجع تاني للديفولت باي ديفولت خلاص وارجع تاني للديفولت 18 وابلاي. تمام رجعت كل حاجه زي ما كانت. عندي هنا امكانيه ان انا ممكن اعمل لاين نمبر اهو يعني لو حد حابب يشوف السطور قد ايه ممكن اخفيها تاني. دي معظم الحاجات اللي هي متعلقه بالتيبل فيو.